لخبطة مستمرة على طول. تمام. هو القولون العصبي أولاً ما هوش مرض، حتى في الطب يسمى متلازمة القولون العصبي، لأنه مش مرض. ما هو فيش مرض في الطب، ما فيش مرض عضوي اسمه القولون العصبي، يعني ما عندناش خلل ما في جدار القولون مثلاً أو في حاجة في القولون عامل ما يسمى القولون العصبي. القولون العصبي هو مرض وظيفي أو يعتبر متلازمة وظيفية، يعني في إحساس بالألم لكن ما فيش أي مرض جوه القولون نفسه. وهو كلها عبارة عن أسباب القولون، عبارة عن نظريات. أسباب القولون العصبي عبارة عن نظريات، قالوا ممكن يكون ده حساس شوية للألم، ممكن إن أنا القولون بتاعي حساس شوية للألم، وممكن يكون القولون بتاعي حساس لأنواع معينة من الأكل، الأكل أتجنبها بس بالظبط، مش عشان هتضرني، علشان هتجيب لي لكن الألم. محتاج علاج؟ محتاج علاج، محتاج إن إحنا نساعد بأدوية تقلل من تقلصات القولون ده، أيوه ومنساعد بأدوية تمتص الغازات بتاع القولون ده.